يقول حفظكم الله: وجدت كتابا في إحدى الفنادق فيه أوراد صوفية، فقمت بإحراقه دون علم صاحب المكان، فهل علي شيء؟ صاحب المكان منه أو صاحب الأوراد؟ صاحب الفندق الظاهر. صاحب الفندق أحسن الله إليك. صاحب الفندق يفرح بهم، أحرقهم إحراقك إياهم طيب. نعم، إلا إن كان يترتب على ذلك مساءلة أو ضرر عليك فلا. نعم، وأحسن شيء أنك ما تحرقها، أحسن شيء أنك تروح به للهيئات لرجال الحسبة لأجل أنهم يناقشون صاحب الفندق هذا. نعم.